استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني معالي السيد بول شان وزير الماليه في هونغ كونغ والوفد المرافق بمناسبه الزياره التي يقوم بها الى مملكه البحرين وخلال اللقاء استعرض معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني العلاقات الثنائيه القائمه بين مملكه البحرين وهونغ كونغ وسبل تنميه التعاون الثنائي على كافه الاصعده كما جرى بحث افاق التعاون في المجال المالي والاقتصادي ومناقشه عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك